في نوفمبر من العام الماضي كانت المملكة العربية السعودية على موعد مع إطلاق أول مدينة غير ربحية في العالم، المدينة التي تحمل اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تقام على أرض يمتلكها ولي العهد في حي عرقة، تقدر مساحتها ب 3.4 كيلومتر مربع، يحدها من اتجاه الشمال وادي حنيفة، ومن الجنوب حي عرقة، والطريق الدائري من الغرب. من المتوقع أن يصل عدد السكان بها ل 18,000 نسمة، وعدد العاملين ل 20,000 موظف. صممت لتكون مستدامة وصديقة للمشاة. خصص أكثر من 44% من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء مفتوحة، تحتوي على 500 فيلا وتاون هاوس وحوالي 6,000 شقة سكنية بمساحات مختلفة، تضم مركزاً للمؤتمرات ومتحفاً علمياً. تقدر المساحات المكتبية في المدينة بأكثر من 306,000 متر مربع. خصص حوالي 99,000 متر مربع في المخطط العام ليكون وجهة للتسوق والترفيه والمطاعم. يتضمن المخطط العام عدداً من المواقع توفر الخدمات السكنية، وتضم مركزاً للإبداع ليكون مساحة لتحقيق طموحات المبتكرين في العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات. تضم العديد من المشاريع التي أطلقتها السعودية في سياق رؤيتها الطموحة 2030 الهادفة، تضم المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية، توفر فرص وبرامج تدريب للشباب والفتيات، هي نموذج ملهم لتطوير القطاع غير الربحي عالمياً. الإعلان عنها جاء بهدف إيجاد منظومة حيوية تمكن المواهب السعودية الشابة من رسم مستقبل السعودية، تعمل على استضافة رؤوس الأموال الجريئة والمستثمرين ذوي الإسهامات المجتمعية حول العالم. هي حاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية، تسهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل، تجمع بين الهندسة المعمارية المبتكرة والتقدم التقني، وتشكل مستقبل القطاع غير الربحي. تضم معهد ومعرض للفنون ومسارح لفنون الأداء ومنطقة ألعاب ومعهداً لفنون الطهي. تتبنى مفهوم التوأم الرقمي للعديد من الأكاديميات والكليات ومدارس مسك، تشتمل على مركزاً للمؤتمرات ومتحفاً علمياً ومركزاً للإبداع. المخطط الرئيسي لها يجسد حاضرة رقمية متقدمة محورها الإنسان.